هذا شيء ثابت كأي شيء آخر حولنا. إذن الإجابة هي لا. حسناً حسناً، أنا قادم. انتبه يا رجل، قد تتسبب في انهيار المبنى كله. اي، هل قمت بشيء كهذا من قبل؟ لا، شاركت في بعض الهجومات وانا في القرى، لكن هذا امر مختلف. ما هذا؟ ما هذا؟ ولنبقى المكان آمنا للزعيمة. ماذا وجد؟ تبا، ما كان ذلك؟ حسنا إذن. من هناك.
هذا هو مؤقتا، من الأفضل أن نواصل التقدم. هنا هيا جاهز؟ جاهز. حسنا حسنا شكرا. احذر، المسافة عالية جدا. نعم أرى هذا. حسناً. أوه، تباً. انتبه للخطوة الأولى. هذا غريب. نعم. سيكفي، اصعد. كيف حالك؟ يا له من مشهد. اقتربت يا سام. ثق بي واتبع توجيهاتي. أفعل كل هذا أيضاً؟ نعم، شيء كهذا. نحن بالتأكيد في منطقة الإيجارات الباهظة، لكنها ليست سكنية. ما رأيك؟ أهو مبنى إداري هنا؟ غالباً. أضمت ليبرتاليا لجنة تقسيم مناطق؟ نعم، ربما كانوا يدفعون الضرائب. من يدري؟
لا شيء هنا. لا معبر من هنا أيضا. انظر إلى تلك المواد، لابد أن المكان استغرق سنوات وسنوات. ها، بالتأكيد مع أموال ضخمة. تنعدم المسؤولية وضبط النفس على ما يبدو. نعم، الأموال لا تشتري الذوق. دافع، حواجز مرتجلة، ماذا حدث هنا؟ معركة من نوع ما. مسألة بلاغية. السؤال هو من يقاتل من؟ ولماذا؟ ملابس بعض هذه الأجساد أكثر أناقة، يبدون جنودا. كان المستعمرون يقاتلون الجنود. وإن كانت تلك الخزينة هناك، يبدو أن شخصاً ما كان يحاول سحب الأموال. نعم، فلنأمل ألا يكون قد نجح. صحيح. هذا مبهر. هذا أقل ما يمكن قوله. وها نحن. ساعدني؟ نعم. فارغة؟ بالطبع. أهو ريث؟ لا، لم يلمس شيء هنا منذ مئات السنين. صحيح. إذن نبحث عن أدلة؟ نعم، لنجد أدلة.